Hello everyone, happy to be with you again. Our subject today is about Unit 4, Science and Technology. موضوعنا النهاردة الوحدة الرابعة العلوم والتكنولوجيا. طبعا كده واضح ان الموضوعات اللي هتكون عندنا في الباراجرافز النهاردة هتبقى عن الساينس عن العلوم وعن التكنولوجيا. في موضوع جديد اسمه STEM Schools. Read an article about STEM Schools. ده مقال عن مدارس STEM. كلمة STEM هي اختصار لأربع كلمات S, T, E and M. S for Science, T for Technology, E for Engineering, M for Mathematics. المدارس ديت مدارس تطبيقية لا تدرس غير هذه المواد فقط. طبعا الامتحانات فيها مش نظرية، هي امتحانات عملية، اجتيازك فيها للسنوات الدراسية عن طريق عمل المشروعات والاختراعات. نقرا المقال عن مدارس STEM ونفهم موضوع STEM ده ايه. STEM schools. Today knowing how to use modern technology is essential because people use it every day in schools, at home and at work. بيقول لك اليوم الكل عارف ان استخدام التكنولوجيا الحديثة بقت essential. كلمة essential in red معناها يعني very important، مهم جدا، لان الناس بقت بتستخدم التكنولوجيا دلوقتي في المدارس وفي بيوتها وفي اعمالها. It can't be easy if you don't know how to use computer or send email. طبعا دلوقتي بقى سهل جدا، ما بقاش سهل لاي حد ان هو عارف دلوقتي بيستخدم الكمبيوتر وبيستخدم الايميل، بقى سهل لكل حد دلوقتي ازاي تستخدم الكمبيوتر وبالنسبه برضو ارسال الايميلات. People with many different jobs such as teachers, engineers and scientists all need to understand how to use the latest technology. بيقول لك طبعا في وظائف مهمة، وظائف مختلفة زي المعلمين زي المهندسين والعلماء، كلهم محتاجين دلوقتي يفهموا ازاي يستخدموا احدث تكنولوجيا. Students who are very good at STEM subjects science, technology, engineering and math can also help develop the technology of the future. هؤلاء الطلبة اللي هم بيدرسوا في مدارس STEM طبعا المواد الدراسية بتاعتهم اللي احنا قلناها ساينس وتكنولوجي وانجينيرينج وماث طبعا هيساعدونا في تطوير التكنولوجيا المستقبل. STEM schools are special schools with focus on developing students' ability in these subjects. طبعا بيقول لك مدارس STEM هي مدارس متخصصة. طيب بتركز على ايه؟ الفوكس فيها على ايه؟ focus on يعني التركيز على، وحرف الجر مع focus on، بتركز على ايه؟ تنمية وتطوير المهارة الطلاب في هذه المواد. There are now STEM schools around the world where the lessons are different to those in usual schools. طبعا في مدارس STEM schools مختلفة في كل العالم، وطبعا هي مختلفة عن المدارس العادية. Teachers encourage students to do projects where they together to solve problems. طبعا المعلمين في هذه المدارس بيشجعوا الطلاب على عمل المشروعات طبعا وهم بيعملوا مع بعض لحل المشاكل. كلمة encourage يعني يشجع، عكسها طبعا discourage يحبط أو يثبط. A lesson might be about how fast a ball falls through the air or it might be using data to make a graph. يعني الدرس ممكن يكون عن ايه؟ ممكن يقولنا مثلا على سرعة سقوط كورة، يعني بيتكلم كده فيزيكس، برضو استخدامات المعلومات والبيانات لرسم رسوم بيانية. Expert teachers help the students through the projects and check the results. طبعا هناك مدرسين خبراء، expert يعني خبير، يعني عنده مهارة كبيرة، بيساعدوا الطلاب طبعا وبيراجعوا النتائج بتاعة المشروعات والاختراعات بتاعتهم. In Egypt, there are now STEM schools around the country and more will be built in the future. في مصر دلوقتي فيها مدارس STEM كتيرة في مختلف أنحاء البلد، وبرضو يعني في اتجاه لبناء مدارس أكتر في المستقبل. STEM school students must be hardworking. طبعا طلبة مدارس STEM لازم يكونوا مجتهدين جدا ومجدين. All the lessons are in English so that they can understand and use scientific texts from around the world which they study. طبعا الدراسة في هذه المدارس باللغة الإنجليزية عشان يبقى متاح للطلبة وسهل بالنسبة لهم أي نصوص علمية من أي دولة يقدروا يفهموها.
Experts say that there will be many more jobs in the future that need skills in STEM subjects. طبعا الخبراء بيقولوا ان الوظائف يعني هيبقى في وظائف اكثر متاحه في المستقبل لطلبه STEM اللي عندهم مهارات خاصه طبعا في هذه المواد. When they finish studying STEM schools, students will be able to work in exciting jobs that will use the skills that they have learned it. طبعا بيقول لك طلبه مدارس STEM هيكونوا قادرين على العمل في وظائف طبعا شيقه ومثيره وهيستخدموا المهارات اللي هم اتعلموها في هذه المدارس. ده موضوع STEM schools مدارس STEM. في عندي بعض الفوكاب يعني مثلا فور اكزامبل بيقول لي having very special skills عندك مهارات خاصه ده معناها expert وهي adjective. To give all your attention to something يعني تعطي كل انتباهك لشيء معين اللي هي focus. Information or facts حقائق او معلومات اللي هي طبعا data. To make someone really like and do something يعني تخلي شخص يحب حاجة او يعمل حاجة يبقى انت بتشجعه encourage. Very important means essential يعني ضروري او حيوي. This is our subject in lesson 1. Concerning the grammar part in this unit, بالنسبة بقى الجزء القواعد في هذا في هذه الوحدة in lesson 2 بيتكلم على certainty and uncertainty. What is the meaning of certainty and uncertainty? Certainty يعني التأكد, uncertainty يعني عدم التأكد. طبعا في حالة التأكد احنا بنستخدم must والنفي بتاعها can't. must النفي بتاعها can't. طبعا انت ممكن تستغرب ازاي must نفيها can't لان دي اسمها must deduction, دي اسمها must الاستنتاجية وليس must الإلزامية. must الاستنتاجية نفيها can't, لكن must الإلزامية اللي انت درستها قبل كده كان نفيها mustn't. must و mustn't دي للإلزام, يعني زي ما بقول لك مثلا you must follow the traffic rules يجب ان تتبع قواعد المرور. You mustn't touch the electric wires. لا يجب أن تلمس أسلاك الكهرباء. يبقى ديت إيه للإلزام. Must و mustn't دي للإلزام. ده موضوع آخر عن الموضوع اللي هنتكلم عليه النهاردة. النهاردة هنتكلم على must و can't للاستنتاج المؤكد. الاستنتاج المؤكد اللي هو certainty. يبقى في حالة التأكد بنستخدم must و can't للتأكد. يعني على سبيل المثال انت لو شفنا قلنا لو شفنا راجل راكب عربيه غاليه عربيه مرسيدس مثلا فانت بتستنتج ايه؟ بتستنتج ان هو غني, فبقول he must be rich. he must be rich واكيد طبعا بتستنتج ان هو اكيد مش فقير he can't be poor, وده بنقول عليه استنتاج شبه مؤكد يعني مش 100% يعني قول 99%, لان انا لو متاكد ان هو غني هقول he is rich لكن ده اسمه استنتاج شبه ايه؟ شبه مؤكد. طيب what about uncertainty؟ uncertainty دي في حالة عدم التأكد. إذا بقى أنا مش متأكد من حاجة بستخدم ايه؟ بنستخدم might. يعني I am not sure. I am not sure he might be ايه؟ he might be rich. يعني أنا مش متأكد هو ممكن يكون غني. Now we are going to read the grammar rule. Expressing certainty and uncertainty might, must, can't, plus be. We can use these model verbs to say how sure we are about something. بيقول لك احنا نقدر نستخدم هذه الافعال الناقصه عشان نتكلم على كم احنا متاكدين من الشيء اللي احنا بنقوله. We use might to say that we are not sure. بنستخدم might لما بنبقى احنا مش متاكدين. The phone is ringing. التليفون بيرن. It might be Aunt Mona. But I'm not sure. ممكن تكون العمة منى, أنا مش متأكد. If there is a lot of traffic, I might be late. لو في يعني الكثير من المرور أو مرور مزدحم, ربما أتأخر. But I'm not sure. لو أنا متأكد طبعا مش هستخدم might. When we use must be, when we feel sure that something is true or when we feel sure about it. بنستخدم must لما نكون متأكدين من إن الشيء ده شيء صحيح أو عندي شعور بإن هو حقيقي. You must be Salma's sister. You look very similar. من المؤكد إن أنت أخت سلمى. أنتوا متشابهين جدا. We use can't be when we feel sure that something is not true. يبقى التأكد المنفي بنستخدم فيه can't.
That can't be a real dinosaur. من المؤكد ان هو طبعا مش ديناصور حقيقي. There aren't any dinosaurs on earth. لان طبعا ما فيش اي ديناصورات على الارض. ده موضوع الجرامر النهاردة اللي هو certainty and uncertainty. المواقف في هذه الوحدة برضو بتتكلم على نفس موضوع الجرامر اللي هو expressing certainty and uncertainty. To express certainty we can use I'm sure, he or she or it is, or he or she it must be, or he or she or it can't be. To express certainty. To express uncertainty we can use I'm not sure, or perhaps, or we can use might be. ده للتعبير عن عدم التأكد. يعني مثلا في موقف يقول لك you are asked about your teacher. انت سئلت عن معلمك. You are sure that he is ill. انت متأكد ان هو مريض. اقول ايه في الموقف ده؟ اقول I am sure my teacher is ill. او ممكن اقول my teacher must be ill. اوكي؟ دوت بالنسبة للمواقف اللي عندي في هذه الوحدة. Concerning lesson 4 بالنسبة بقى للدرس الرابع في أربع كلمات طبعا من الكلمات المهمة الخاصة بمفردات هذه الوحدة كلمة لابتوب e-book smartphone and Wi-Fi لابتوب طبعا احنا عارفين اللي هو كمبيوتر محمول e-book يعني كتاب الكتروني والاي هنا اختصار كلمة electronic أي كلمة أولها اي هنا بنحطها زي email e-book يعني الكتروني e-book كتاب الكتروني email رسالة الكترونية طبعا كتاب الكتروني ازاي يعني؟ يعني كتاب بيقرا على لابتوب بيقرا على موبايل على على تابلت مش كتاب ورقي. سمارت فون اللي هو هاتف ذكي اللي هي اللي هو يشبه الكمبيوتر ليه قدره على الوصول للانترنت. واي فاي اللي هي واي فاي اللي هي يعني تكنولوجيا الوصول للانترنت بدون استخدام اسلاك او كابلات. هنا عندي اللابتوب طبعا تعريفه a small computer that you can carry with you اللي هو قلنا الكمبيوتر المحمول e-book a book that can be read online كتاب ممكن يقرأ على الانترنت smartphone اللي هو ايه a small smartphone a mobile phone that can work like a computer تليفون طبعا محمول يعني بيعمل مثل الكمبيوتر Wi-Fi something which allows mobile computers and phones to connect to the internet. قلنا تكنولوجيا وصول للانترنت من خلال الكمبيوتر او التليفونات بدون اسلاك. دوت يونت 4 اجمالا كده او سريعا دي النقاط المهمه في هذه الوحده. اتمنى لكم التوفيق والنجاح.